إلى هبة التميمي مراسلة القاهرة الإخبارية من بغداد، ونتابع ما ذكرته بعض وسائل الإعلام بأن فصائل عراقية أطلقت طائرات مسيرة باتجاه الجولان السوري المحتل والأراضي الفلسطينية المحتلة. هبة، هل من تفاصيل؟ نعم، مثل ما أشرنا هنا الفصائل العراقية أطلقت مسيرات وأطلقت أيضا صواريخ اتجهت من الأراضي العراقية إلى الأجواء الإسرائيلية. هذه أول مرة تنطلق هكذا مسيرات يعني وطائرات، كذلك طائرات حربية وصواريخ أيضا اخترقت الجو خصوصا الأجواء الإسرائيلية على إسرائيل منذ تشرين الأول، وهذه الصافرات الانذار لم تدوي في بيت شان وفي منطقة وادي الأجوار وكثير من المناطق الموجودة في بعض من المناطق والأجواء الإسرائيلية. على ما يبدو عدة هذه المسيرات هي قادمة بحسب تصاريح أيضا من الفصائل العراقية بوكالاتها على برامج كثيرة، ولم تحدد لحد هذه اللحظة ولم تتبنى مثل كل مرة تتبنى بعض من الفصائل هذه الصواريخ وهذه المسيرات. نتحدث أيضا عن هذه الطائرات التي أطلقت هي من العراق، هاجمت كثير من المناطق مثل ما أشرت لك في غور الأردن بفلسطين المحتلة والكثير من المناطق الموجودة هنا في هذا التوقيت بالتحديد. تريد الفصائل أن تشارك أيضا في التصعيد الأخير الذي تقوم به حزب الله على أيضا على إسرائيل والأجواء الإسرائيلية، وكذلك حتى على بعض من المناطق الموجودة في مشاركتها أيضا مع الفصائل الأخرى في اليمن وكذلك مع حزب الله. وأيضا الدفاعات الإسرائيلية هذه المرة تفشل باحتراب المسيرات التي أطلقت من العراق نحو الأراضي المحتلة. يعني هذا هو العملية النوعية التي لأول مرة لم نشاهدها منذ أشهر. يعني شاهدنا اليوم في صباح اليوم الباكر في تمام الساعة 7 أيضا كان هنالك مسيرات من إطلاقها من أيضا من الأراضي العراقية اتجاه الأراضي المحتلة في فلسطين، لكن ليست بهذه النوعية من المسيرات ومن الصواريخ التي أعلنت عنها بعض من الفصائل في مواقعها على الوكالات. قالت إنها هذه الصواريخ صواريخ روسية بعيدة الأمد تم أطلاقها من العراق إلى الأراضي الإسرائيلية.